مالكم يا جماعه؟ واعطيت امي 10 دنانير، مش هيك يمه؟ اشوف اعطيت امك 10 دنانير. بدخن بدخن بدخن، الله بدخن ابني، وشاري قداحة مذهبة، شايفة؟ شايفة ابنك؟ يا جماعة بلا هالشوشرة، وتفضلوا تغدوا. استني يا شوف، وبتروح سينمات ما شاء الله، بتروح سينمات يابا، والتلفزيون الملون اللي شاري الكويا ومكلفني مبلغ وقدره، بتروح سينمات ها؟ مع مين؟ مع مين رحت على السينما؟ قول يا ولد. كنت أنا وصاحبي في السينما، وبعدين صاحبي هو اللي دفع عني. كذاب كذاب وستين كذاب، وما بصدقك من هون لطاولة الأكل. الأكل برد يابا. مالك عواد؟ احكي لأختك مالك، احكي لها مالك، لأنها أحسن منك، لأنها بتجيب لي راتبها صفطة واحدة وبتحطه بجيبتي، مش زيك بتضيعوا على الهمالي يا هامل. أي هو يعني الواحد ما بده يصرف؟ بده يروح على الدوام ويرجع من الدوام من غير مصروف؟ فارقني، بدك إياني أنا أظل أصرف عليك؟ مش عارف هالبيت منين بصرف؟ بدك إياني أشتري شفرات الحلاقة اللي بتحلق بيهن دقنك؟ اهدى يا أبو عاد. مالك؟ اهدى. مالك السياحك مال الدار؟ وين يما يا عواد؟ أنت مصمم على رأيك؟ روح فارقني. ما هو لا تتعبني وتخليني أوصل أول الحارة وترجعني أنت وأمي مثل كل مرة ها؟ قب من خلقتي روح، بديش أشوفك يا هامل، بتضيع راتبك. شو استفدت أنت عاد؟ شو استفدت؟ علي الطرباش ما يدخل هالدار غير يجيب الراتب لهون، وكله من مين؟ من وراسك أنت. أنا يا زلمة؟ ها؟ أنا شو سويت؟ أنت فسدتي، دللتي، دلعتي، خليتي يفسد، لاقي خبز ومخبوز ومي بالكوز، ابي اعرف ايش هالبيت منين اتعمر، ابي اعرف ايش هالبيت منين بصرف. الله الله. يلا نتغدى يا ايه.